الكاميرا بقى، افتح الكاميرا عيب عليكي كده. انا قاعد من الصبح بقى لي 4 ساعات، شوفي 4 ساعات نت، الساعه بجنيه ونص، وعلبتين سجاير كوكو بوكس ب10 جنيه يبقى 26 جنيه. يعني لو بفتح كنز دلوقتي كان زمانه اتفتح. افتح الكاميرا عشان خاطري، بصة واحدة واطلع انام. افتح الكاميرا يا منتشر. اصل انا مترددة. وانا مضطرب. افتحي بقى، افتحي عشان خاطري. غني لي حاجة للفنانة لطيفة. سوما ومنديلها الوردي، حكاية جيل ورا جيل ورا جيل، كلهم مستنيينك تفتح الكاميرا يا فشلة. افتحي. بس ايه الجلابية؟ وتفتح الكاميرا؟ اساسي. بس ايه الجلابية؟ هفتح الجلابية. هقلع الجلابية. هقلع. حكاية جيل ورا جيل ورا جيل. ادي الجلابية عشان ما تبصش. يا رجل افتح الكاميرا بنت. حلوة الفانيلا. حلوة الفانيلا. حلو عايزة يعني. طب انا عايزاك تقلع البنطلون بقى يا فتاك. حكاية جيل ورا جيل. البنطلون يا بت. وحياتي عندك يا مورا. وتفتح الكاميرا. وافتح الكاميرا. هات امك. اساسي يا مورا. اوه ماي جاد. غوريلا. افتح الكاميرا بقى. افتح الكاميرا. خلاص مفيش. هطلب ايه تاني بقى؟ هقلع ايه؟ افتحي. جاهز؟ جاهز. يلا يلا هفتح. افتح يا بنت. اهو منور يا خال. وحكاية جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل. اقفل الكاميرا. ابن راجل مظبوط يا اخي. ياما ما تجيب شويه ياما، ده انت طحنتي الطبقين. خذ يا حبيبي. انت يا حبيبي صبر. انا عايز اكلمكم في موضوع. خير؟ قررت ابيع الساعه. ساعه ايه؟ الساعه الذهب اللي انا ورثتها عن مرحوم ابويا. ايه؟ وتبيعها ليه؟ نويت اطلع على شرم الشيخ وابتدي مستقبلي من هناك. يا سلام. وهو انت يعني كنت فرحت هنا لما هتفلح هناك؟ لا. طب وليه الاحباط ده يا صبره؟ الله، هي ناقصه ولا ايه؟ يا خال انت نويت تتفائل ولا ايه؟ بقول لك ايه، خليك في حالك انت والسودان بتاعك، مالكش دعوه بيا، مش ناقصاك. خالك اتهبل على كبر، عايز يبيع الساعه ام كاتينه دهب اللي ورثها عن ابوه عشان يروح شرم الشيخ. هو انا يعني رايح شرم الشيخ البس شورت مشجر هناك؟ انا رايح اشقى واتعب. طب ولما انت رايح تشقى وتتعب عايز تبيع الساعه ليه؟ محتاج سيوله عبال ما استقر. بعدين انا سامع ان شرم الشيخ دي يعني غالية جدا، وخليج نعمة والحتة بتاعت البحر دي. وهي الساعة دي يا خال تجيب لها كام كده؟ مش اقل من 10-15 ألف جنيه. دي ساعة ذهب ذهب ذهب. طب يا عم الطريق عليا ما عرفنا ان هي ذهب. شفتي شفتي؟ بعدين انتوا عارفين ذهب بقى غالي اللي من دول. دي ساعة اثرية من التاريخ. طب حد يبيع التاريخ؟ يا اما خلصت السودان يا اما. يا ابني الطبق مليان اهو، خد. حد يبيع التاريخ عشان يسافر شرم؟ انا بيع التاريخ والجغرافيا، ولان حافظ عليهم وابقى موجود في الاوضه المبهدله دي، بقيت شبه البلتكانه. بعدين انتوا فاكريني بستاذنكم وباخد رايكم؟ انا قررت خلاص بعد اذنكم. الله يخرب بيتك يا مونيكا. اسمك سالي؟ جديد ده، راكب على الويندوز اللي عندي بالظبط. امال فين مونيكا يا بت؟ سافرت في رحله وراجعه كمان يومين. في داهيه ما ترجعش خالص. انت زي الفل يا سالي. الله. عندك كم سنه؟ 25 سنه. وانت؟ انا
28. أموت أنا. واو، أنت السن اللي بحبه، ده سن الرجولة. أنت شفتي حاجة؟ أنت في كايرو؟ لا، في شبرا. يا خسارة، لو كنت في شرم معايا دلوقتي كنا اتقابلنا. شوف بقى كان ممكن يحصل ايه. حبيبتي انا مستعده اجيلك. انت قاعده مع مين؟ قاعده لوحدي في بيت على البحر. يلا يا عم عامر، عايزين نشطب. ايه ده؟ ايه السقف ده؟ ايه السقف ده؟ ما تنزل لي سحلب وطاوله بالمره، ما تبطل بقى شغل القهوه اللي انت كنت شغال فيه ده. انت دلوقتي شغال في نت كافيه، يعني بقيت عالمي يلا انترناشونال. الحاجه الوحيده اللي مش قادر انساها انك عمرك ما اديتني بقشيش. بس بقى انت هتسيح ولا ايه؟ بقول لك يا بلحة، اطلب منك خدمه. خير. اقفل عليا البتاع دوت لغايه بكره الصبح. اقفل عليك ازاي يعني؟ اقفل عليا صدقني. وبعدين لو قفلت عليا بقى هجيب لك السيديهات بتاعه القرد الشقي، فاكره بتاع جنوب افريقيا بتاع الموز. انا بعشق الموز. اذا كان كده انا موافق، بس افرض مينا فتح الصبح ولقاك يبقى ايه الكلام؟ ما تقلقش، مينا السيديهات بتاعته عندي، انا عارف ذوقه. وبعدين انا حبات هنا. طب ما تطلع دبات في قطه. ما ينفعش، فوق في رشيني، ممكن انا اموت فيها ولا حاجه. اتوكل على انت. وبعدين مينا بيقوم الساعه 3 العصر، انت تيجي بدري تخبط عليا 3 خبطات احسن اكون قالع ولا حاجه. قالع؟ ايوه قالع، مع قرايبي بتوع دبي. انت هتاخد راحتك بقى. طب اذا كان كده ما تعملش صوت لحسن لو مينا عرف انا ممكن عيشي يتقطع بسببك. لا ما تقلقش، توكل على الله انت. عم عامر خلي بالك من مكان. حاضر، ما تقلقش انت، توكل على الله. عم عامر يا عم كفايه بقى، انا كان زمان رحت لهم دبي. توكل على الله. خلي بالك من الاجهزه. خلاص توكل على الله. اوبا يا عم، انت فتحت القرد ولا ايه؟ حبيبي قالك ايدي يا ابني. يا ابني تعالى تعالى، بقول لك ايه، خالك عامر جوه مع البنت سالي. خالي عامر مع سالي؟ اه، النت فاتح له الكاميرا، تعالى نتفرج عليه. خالك عامر ما رحمتوش. يو ليه كده؟ الكاميرا قطعت عندك، شغليها. قفشتك يا خاين يا غشاش، اسافر يومين اجي الاقيك بتعاكس بنت خالتي. يا واطي يا واطي. ايه ده مونيكا، انت مش كنت مسافره؟ ده الايام بتعدي بسرعه، في ايه؟ انت كنت فين؟ عموره ده بتاعي انا، انت اللي سافره. ايه سافره؟ هو كمان ما تتخانقوش عشان خاطري. معلش يا رخيصه. يلا يا زباله. يلا يا سهله. حيوانه. ايه يا بنات، في ايه؟ صوتكم عالي ليه؟ يا لهوي بابا. يا جماعه احنا كنا كويسين، ده شيطان ودخل بينا. اهدوا